ولعلكم تتابعون ما يحدث من خلال مبادرة حياة كريمة التي تجوب كل محافظة مصر لتحقيق غد أفضل للأجيال القادمة. ولكن هذا الطريق لن يكون ممهداً دون وجود عوائق تعترض مسيرتنا في ظل تحديات ومخاطر تواجه الأمن القومي المصري. وقدر مصر أن تعيش وسط منطقة مضطربة كانت ولا تزال هي بؤرة الأحداث الدولية، تتعارض فيها المصالح وتتشابك فيها التوازنات وتتغير فيها التحالفات، فما كان مستحيلاً بالأمس أصبح ممكناً اليوم، وما كان من الثوابت في الماضي أضحى في الحاضر أمراً قابلاً للتغيير. ولا سبيل أمامنا لمجابهة كل هذه الأمور إلا بوحدتنا وتماسكنا الوطني، فبهما دون غيرهما نحافظ على ثوابتنا الوطنية التي لا تتدخل في شؤون الآخرين ولا تقبل التفريط في حقوق المصريين.